تعرف انت بتحلم ازاي. بس في انبوب بيبقى هنا. السرنجة سنت 8 سنت بيطلع جرام، 8 سنت سائل بيطلع جرام بعد التشفيت. انت طب انت بتعمل ايه عشان كده؟ شويه ميه والكهرباء، بس كهرباء مش وصل. كهرباء كده تلاقي نزل السائل نقطه 2 على حسب ايه، بعد كده ترجعه مكانه. بعد كده تسيبه هيرجع مكانه. طب الاكل بتاعه ايه بقى؟ وبتجيبوا له منين؟ احنا عاملين له ميل ورم. عامل له ايه؟ ميل ورم. ايه؟ ميل ورم. ميل ورم؟ ايه ميل ورم ده؟ ده دوده صغيره كده. فين هي؟ ده انتوا اللي جايبينها الدوده دي؟ ده برضه بنشتروه. احنا الاول اشتريناه بس رحت عمل ليا مزرعه فيها زيت. انت عامل مزرعه دود برضه؟ ما ده دي اللي بيطلع الدود. هو ده. احكي لي، قول لي ايه ده؟ دي عارف. تخلص منها السموم. بتقوم بتشفيف السموم ثم بالتنقية، وبتتباع للمصدر اللقاح لكليات الطب والصيدلة اللي هو داخل المصنع. هو كل الحاجات دي مليانة؟ أيوة. وريني واحدة تانية غير دي. طيب طب انت ما تخافش منهم؟ لا ما تخافش منهم، خلاص تعمل معاهم. هو مش عجارب سامة دي؟ ايوه عجارب سامة، بس هو السم بتاعهم بيبقى في الديل من ورا. السم في الديل. طب انت بتتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاهم بالجبت اللي هو الجبت. طب وانت ده بتجمع منين؟ ده بيصطاد من اسوان من الزعبل. يعني انت بتروح تصيده بنفسك ولا في ناس بتصطاده وبتجيب؟ يعني انت دلوقتي دي المزرعه بتاعتك. دي مزرعه بتاعتك. طيب انت دلوقتي هتقول لي ايه حكايتك مع، يعني ايه اللي خلاك لجأت للحاجه الخطره دي؟ يعني هي مش خطره ولا حاجه، هي خطره ممكن تكون خطره بتاع، بس يعني انت ايه اللي دفعك لك؟ طب هو ثمنه كام الواحد؟ انت بتشتريه بكام؟ الواحد بيشتريه ب 5 جنيه، في 7 جنيه، في 9 جنيه، وفي لحد 50 جنيه. ليهم اسماء على كده؟ ليهم اسماء. ايه اسمائهم؟ احنا بنستخدمه اللي هو اللورس. اسمه ايه؟ لورس. لورس. سعره كام اللورس ده؟ لا سعره وروه لي كده؟ سعره 9 جنيه. 9 جنيه، ده بيجي منين؟ ده بيجي من اسوان. بيجي من اسوان. ده اغلى واحد فيهم يعني؟ لا في اغلى من كده. اللي هو؟ في اللي هو هنا في كذا نقطه، بس احنا المزرعه بتاعتك هنا فيها ايه انواع؟ هو نوع واحد بس اللي بنستخدمه هنا اللي هو النورس. اللورس. اللورس. طيب قول لي بقى انت، يعني انت المزرعه دي كل كم عندك كم عقرب هنا؟ موجود عندي 4000 هنا. 4000 عقرب. طيب ال 4000 عقرب دول انت اتعاملت معاهم كلهم، ولا في يعني حاجات انت لسه ما اتعاملتش معاها ناوي ان انت تتعامل معاها؟ وامتى بتتخلص منه طيب؟ ولا هو ليه عمر معين ولا ملهوش ولا ايه بالظبط؟ هو بتعامل معاه طبعا كل 20 يوم لازم كل يستخلص منه السموم. كل 20 يوم. وليه عمر معين؟ سنه كام؟ يقعد معاك كام سنة الأول؟ اللي يقعد معاك كام يوم؟ هو يقعد معاك 6 شهور. احكي لي بقى الحكاية، إيه ده؟ احكي لي، قول لي إيه ده؟ دي عارف. تخلص منها السموم. بتقوم بتشفيف السموم ثم بالتنقية، وبتتباع للمصدر اللقاح لكليات الطب والصيدلة اللي هو داخل المصنع. هو كل الحاجات دي مليانة؟
ايوه وريني واحدة تانية غير دي. طيب طب انت ما بتخافش منهم؟ لا ما بخافش منهم خلاص، انا اتعاملت معاهم. هو مش عجارب سامة دي؟ ايوه عجارب سامة، بس هو السم بتاعهم يبقى في الديل من ورا. السم في الديل. طب انت بتتعامل معاه ازاي؟ بتتعامل معاهم بالجبت اللي هو الجبت. طب وانت ده بتجمع منين؟ ده بيستعد من اسوان من زعبل. يعني انت بتروح تصيده بنفسك ولا في ناس بتصطاده وبتجيب؟ يعني انت دلوقتي دي المزرعه بتاعتك. دي مزرعه بتاعتك. طيب انت دلوقتي هتقول لي ايه حكايتك مع، يعني ايه اللي خلاك لجأت للحاجه الخطره دي؟ يعني هي مش خطره ولا حاجه، هي ممكن تكون خطره بتاع، بس يعني انت ايه اللي دفعك لك؟ طب هو ثمنه كام الواحد؟ انت بتشتريه بكام؟ الواحد بيشتريه ب 5 جنيه، في 7 جنيه، في 9 جنيه، وفي لحد 50 جنيه. ليهم اسماء على كده؟ ليهم اسماء. ايه اسمائهم؟ احنا بنستخدمه اللي هو اللورس. اسمه ايه؟ لورس. لورس. اه. سعره كام اللورس ده؟ ده سعره وروه لي كده؟ سعره 9 جنيه. 9 جنيه، ده بيجي منين؟ ده بيجي من اسوان. بيجي من اسوان. اه. ده اغلى واحد فيهم يعني؟ لا في اغلى من كده. اللي هو في اللي هو لينا في كذا نوع حلو، بس احنا المزرعه بتاعتك هنا فيها ايه انواع؟ هو نوع واحد بس اللي بنستخدمه هنا، اللي هو النورس. اللورس. اللورس. طيب قول لي بقى، انت يعني انت المزرعه دي كل كم عندك كم عقرب هنا؟ موجود عندي 4000 هنا. 4000 عقرب. طيب ال 4000 عقرب دول انت اتعاملت معاهم كلهم ولا في يعني حاجات انت لسه ما اتعاملتش معاها ناوي ان انت تتعامل معاها؟ وامتى بتتخلص منه طيب؟ ولا هو ليه عمر معين ولا ملهوش ولا ايه بالظبط؟ هو بتعامل معاه طبعا كل 20 يوم لازم كل يتخلص منه السموم. كل 20 يوم. وليه عمر معين؟ سنه كام؟ يقعد معاك كام سنة ده ولا يقعد معاك كام يوم؟ هو يقعد معاك 6 شهور. خليه متحرك بقى. لا سيبك. ما قلتليش انت بقى العقرب يقعد معاك كام يوم؟ يعني انت تستخلص منه السم؟ السموم يستخلص السم بعد 18 مرة. بعد 18. بعد عمر قد ايه طيب؟ 18 مرة على حسب استخدامك انت. في اللي يعني انت الواحد 18 مرة، 18 ل 20 مرة، بعد كده تلاقي السم بتاعه ايه؟ نسبة السميه خفت. يعني تاخد منه كام كيلو ولا كام جرام ولا هو ايه؟ تاخد منه ازاي يعني؟ على حسب الاستخدام، في اللي يصفي يطلع منه كتير. يحمل عليك الكهرباء. فتحملت الكهرباء بتأثر على العقرب. خليه يفقد كتير منه، 1000 يفقد مثلا 10%. طب انت هنا بتقول انت عندك 4000 عقرب. ال 4000 دول يعملوا لك كام جرام ولا يعملوا لك كام كيلو؟ ال 4000 بيعملوا لهم حوالي جرام ونص. جرام ونص؟ في الحلبة الواحدة. الحلبة الواحدة. طب طريقة الحلبة بقى ازاي؟ جهاز عامله انا. ما انا عاوز اشوفه. هو مش جهاز، في جهاز بعمل فيه لسه توماتيك. خليه متحرك بقى. لا سيبك. ما قلتليش انت بقى العقرب يقعد معاك كام يوم؟ يعني انت تستخلص منه السم؟ السموم يستخلص السم بعد 18 مرة. بعد 18؟ بعد عمر قد ايه طيب؟ 18 مرة على حسب استخدامك انت. في اللي يعني انت الواحد 18 مرة، 18 ل 20 مرة، بعد كده تلاقي السم بتاعه ايه؟ نسبة السميه خفت. يعني تاخد منه كام كيلو ولا كام جرام ولا هو ايه؟ تاخد منه ازاي يعني؟ على حسب الاستخدام، في اللي يصفي يطلع منه كتير. يحمل عليك الكهرباء. فتحملت الكهرباء بتأثر على العقرب. خليه يفقد كتير منه، 1000 يفقد مثلا 10%. طب انت هنا بتقول انت عندك 4000 عقرب.
4000 دول يعملوا لك كام جرام ولا يعملوا لك كام كيلو؟ ده ال 4000 بيعملوا حوالي جرام ونص. جرام ونص في الحلبة الواحدة. الحلبة الواحدة. طب طريقة الحلبة بقى ازاي؟ جهاز عامله انا. ما انا عاوز اشوفه. طيب هو مش جهاز، في جهاز بعمل فيه لسه توماتيك.